لأني شغفة كتير بموضوع التربية، بحثت أونلاين على برنامج يطور قدراتي وطاقاتي في هذا الموضوع، فلقيت مؤسسة PCI وكانت بتحكي عن برنامج مدته سنة يدرس عبر سكايب، ومن خلاله بقدر أخذ شهادة بصير معتمدة في مجال دعم الأهالي لتربية الأبناء. فرصة الدراسة أونلاين كتير أثرت بحياتي تأثير إيجابي. أول شيء طورت مهاراتي ومعرفتي وتعمقت في مجال التربية، وهذا إشي كتير بيهمني أنا، ويعني إشي شغفة فيه. وبعديها صار طبعا عندي الشهادة بقدر أشتغل وأساعد الأهالي، اللي هو برضو كان أمر كتير مهم بالنسبة إلي. وشوي شوي تطور الموضوع، طلبوا مني إني أمثل البرنامج في الشرق الأوسط، كانت هاي فرصة كتير حلوة. وبعديها صرت أنا يعني في مجال إنه أخبر المهتمين إذا بحبوا يعني يشتركوا، وبالفعل يعني كتير من الصبايا بالمنطقة سواء بالأردن أو بالخليج انضموا إلنا وصاروا يدرسوا. التعليم الإلكتروني له أهمية خاصة كتير في وقتنا الحالي، لأنه معظم الناس عندها ارتباطات وانشغالات بتمنحها إنها يعني تدخل في مجال الدراسة، وخاصة إذا كانت دراسة مثل ماجستير أو دكتوراه وبرا البلد. بالأغلب لما الواحد بيروح بدرس لشهادة ضمن جامعة ويلتزم طول الوقت، بيكون في برنامج هو ملتزم فيه قد يكون الإفادة كبيرة وقد تكون محصورة، بينما لما تكون أونلاين كورس بيبقى الواحد هو رايح وعنده رغبة كتير عالية إنه يتعلم، فبيكون فيها درجة التزام أعلى، درجة استفادة أعلى، فبتهيأ لي هذه قيمة البرامج هاي.